في المغرب تشهد أغلب قضايا الشارع المطروحة للنقاش تفاعلا وانشغالا من قبل ممثلي المرأة والشبان، فيما لم يقدم عشرات النواب أي سؤال للحكومة طوال مدة وجودهم في البرلمان. جاء ذلك في دراسة طرحها موقع نوابك، الذي أشار إلى أن ذلك يطرح العديد من الأسئلة حول مدى جودة العمل النيابي والبرلماني في البلاد. جمال كريمي بن شقرون نائب عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، وجه بارز في مساءلة الحكومة في البرلمان. تنوعت أسئلته بين أزمة السكن والبناء العشوائي وتضرر التجار الصغار من جائحة كورونا وغيرها من القضايا التي تشغل الشارع المغربي. السؤال هو يعني جواب أساسي لنبض المجتمع ولانتظارات المواطنين والمواطنات، بحيث أن النائب البرلماني هو ممثل الشعب، وهو عبر هذه الأسئلة الكتابية ينقل هموم المواطنين إلى الحكومة، وعلى الحكومة أن تتجاوب مع هذه الأسئلة. فمن بين تقريبا 27 ألف سؤال كتابي في هذه الولاية تمت الإجابة فقط على ما يقارب 16 ألف. وفق موقع نواب بوك التابع لمنظمة سمسم مواطنة ومشاركة، 49 نائبا في المغرب لم يطرحوا أي سؤال كتابي خلال فترة وجودهم في البرلمان. في المقابل فإن 42% من الأسئلة وجهها نواب لوائح المحاصصة الخاصة بالنساء والشباب. نائبة النواب على اللوائح الوطنية، لولاهم لك المعدل غيكون ضعيف وضعيف وضعيف جدا، وكانت غتكون المؤشرات كارثية. لهذا فحضور الشباب والنساء أمر حيوي ومهم جدا بالنسبة للدينامية ديال العمل البرلماني، بالنظر إلى أنهم مضطرين يطرحوا أسئلة أكثر تيعطيو العمل البرلماني واحد العمق أكبر. أقر النظام الداخلي للبرلمان إجراءات للحد من ظاهرة تغيب النواب التي تصل ل 25%، كالاقتطاع من الأجور وسرد أسماء الحضور علنا. العمل داخل المؤسسات التشريعية بمجلسيها مجلس النواب المستشارين يتم تنظيمه على أساس فرق، وبالتالي فالفريق يمكن لأي نائب أن يطرح السؤال نيابة عن النائب الآخر باسم الفريق وليس باسمه الشخصي. الآن لا نتعامل بأسماء شخصية أو ذاتية، ولكن نتعامل باسم الفريق ونمثل فريقا يمثل كذلك لونا من الأطياف السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان. وزارات الداخلية والتجهيز والنقل والصحة كانت أكثر القطاعات الحكومية مساءلة في البرلمان، لكنها الأقل تفاعلا والأقل إجابة على التساؤلات. إذا كانت الأسئلة الكتابية لنواب البرلمان تجسد معنى القرب من هموم المواطن وتطلعاته، فإن الجواب عنها من عدمه في الأجال الدستورية المحددة من طرف الحكومة يطرح سؤال مدى فعاليتها كآلية تشريعية تحمل صوت المواطن إلى صناع القرار. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط.